ننتقل الآن مشاهدينا وإياكم طبعا إلى فقرة الطبخ مع الشيف رامي الجبرائيل اللي راح يرافقنا اليوم ليقدم لكم وصفات متنوعة من الحلويات والأطباق الشهية بلمسات ووصفات جميلة. نتابع اليوم مشاهدينا ما يحضر لنا طبعا الشيف رامي في هذه الفقرة. يسعد صباحكم، صباح الخير، صباح الإشراقة. نحن موجودين اليوم معكم في حديقة المنتزه بالشارقة، هذا المعلم الترفيهي الجميل في إمارتنا الباسمة. رح نعمل اليوم طبقين، الطبق الرئيسي رح يكون سمك الشرمولة على الطريقة المغربية، وهي من الطرق التقليدية أيضا في المغرب، طريقة سهلة وبسيطة ولذيذة أيضا. ورح نعمل أيضا سلطة الإجاس أو الكمثرى مع الجبنة الموزاريلا وحبوب الرمان، وأكيد رح نضيف لها عنصر يعني مكسرات لحتى يغنيها. رح نبدأ بتحضير الطبق لليوم، ورح نحكي عن تتبيلة السمك. بطبيعة الحال أنا استعملت السمك الهامور مع الجلد، ولكن عملت شقوق فيه لحتى الجلد ما يأخذ شكل ملتوي أثناء عملية القلي أو الشوي. نبدأ بالتحليق بتتبيل السمك، شوية ملح هذا الشكل، وفلفل، طبعا تبلته بروحه الملح والفلفل. رح اعمل انا تتبيلة الشرمولة اللي هي بعدين رح اغطس السمك فيها، ولكن بدي اتبل السمك بالملح والفلفل بروحه بالاول لحتى ياخذ النكهة. بنتبه من كمية الملح المضافة، لأنه بطبيعة الحال الأسماك فيها نسبة من الملوحة يعني بشكل طبيعي. لحتى أحضر التتبيلة أنا بحاجة لبقدونس، كزبرة خضراء مفرومة ناعمة طبعا، وبحاجة إلى القليل من الكزبرة الناعمة، البودرة، كمون كمان تقريبا نصف ملعقة صغيرة، ثوم ناعم ممكن أحتاج لي تقريبا 3 حصوص ثوم، ورح أحتاج إلى بابريكا حلوة، ورح أضيف أيضا القليل من الفلفل الحار، كمية تقريبا بهذا الشكل. رح أحتفظ بالقسم الباقي لأني رح أرفقها ببطاطا حرة وعصير الليمون، ورح أضيف زيت الزيتون بهذا الشكل، كمية كافية طبعا. بخلطهم مع بعضهم لحتى تنسجم كل هذه المقادير، وفيني أيضا أني أنا أطحنهم على محضر الطعام الفود بروسيسر لحتى يصيروا مزيج ناعم. راح أحط السمك بهذا الشكل، تقريبا عملية شبه غمر لحتى يتبل بالتتبيلة اللي حضرناها سوا، والنكهة طبعا تتعزز من خلال عملية الغمر بهذا الشكل. فيني أخليهم تقريبا ربع ساعة أو نص ساعة لحتى يحصل على النكهة اللي أنا بدي إياها. بهذه الأثناء خلينا نحضر مع بعضنا طبق السلطة. طبعا طبق السلطة بسيط جدا، عبارة عن خس مشكل. رح أستعمل الكمثرى، الكمثرى فيني أحافظ على القشور تبعها، وفيني يعني أنزعها حسب ما أنا بحب، بقطعها بشكل شرائح ناعمة، وفيني طبعا إذا أنا ممكن أتأخر عليها مثلا عملية التحضير طبعا بحط لها شوية عصير برتقال أو عصير ليمون لحتى أحافظ عليها ما تتأكسد بالجو، لأنه التفاح أو الكمثرى أو الـ يعني الفواكه اللي
ممكن تأكسد بمجرد ما تركتها أنا بحرارة الغرفة بعد ما أقشرها. طريقة حفظها بتكون بشكل سهل وسريع، وسهل أيضا أنه نحط لها شوي من عصير الليمون أو عصير البرتقال، يعني مادة حمضية نسبة الأسيد فيها بتكون شوية عالية وما بتأثر على نكهتها. راح أحتفظ بعصير الليمون اللي أنا يعني نقعتها فيه. الحين راح أحضر الصلصة، تعتمد بشكل أساسي على زيت زيتون بهذا الشكل، وخل البلسمك، وراح أحط لها شوي من الخردل، ملعقة صغيرة من الخردل وملعقة عسل أيضا، تعطيها نكهة كثير مميزة ولذيذة، وبتكسر يعني حموضة خل البلسمك. راح أحركهم مع بعض، وراح أضيف شوي من الفلفل ورشة بسيطة من لونها الجميل وأيضا النكهة المميزة لحموضة الرمان، وهلأ موسمها طبعا موسم الشتوي. وراح أضيف الحين الصلصة على الوجه بهذا الشكل، أكيد طبعاً راح تتغلغل هذه الصلصة وتنزل على كل المقادير، وأثناء عملية السكب فيني أنا أخذ طبعاً المقادير كلها مع بعضها وتكون منكهة بشكل كامل بالصلصة. راح أضيف الجوز، اخترت نوع من أنواع جوز اسمه البيكان والنت، اللي هو بيكون بني وشكله بياخذ شكل مطاول لذيذ ايضا وينسجم مع اطواق السلطه اللي بنحضرها. هيك صار طبق السلطه جاهز. الحين صارت ايضا تتبيله السمك طبعا المقلاة لازم تكون متوسطة الحرارة، ما بدي أنا تكون حرارتها عالية لأنه قطعة الهامور بتكون شوية سميكة بهذا الشكل. بمجرد ما أخذت لون رح أبدأ بتخفيف الحرارة أكثر. هذا الشكل رح أضيف شوية عليها بهذا الشكل، ورح أضيف بقية الفلفل الحار اللي أنا تبلت فيه السمك، ورح أضيف شوي من الأعشاب الخضراء، عم بستعمل اليوم الزعتر الأخضر بهذا الشكل، ورح أضيف شوي من الكمون، شوي من الكزبرة. بما أنه مسلوقة نصف سلقة فرح أضيف يعني تكون عملية تنسيف بنار متوسطة وما أحتاج لفترة طويلة في عملية الطهي. حركهم تحريكة بسيطة وأحطهم بالوعاء وأقلبهم طبعا بالمقلاة. كل هذه المقادير رح تنسجم مع بعضها تعطيني نتيجة جميلة جدا. شوف كيف اللون بدأ ياخذ، خلي الحرارة متوسطة. رح أحضر العصير.
عصير صار جاهز. أعتقد كمية السوائل الموجودة بالبطيخ مع الفراولة كافية. رح أسكبه بهذا الشكل. وممكن أزين طبعاً بالفراولة، أو حتى ممكن أني مثلاً أضيف أوراق النعناع لو حبيت بينسجم كثير معاها. رح أضيف شوي من الفراولة، أنا مقطعة ناعمة بشكل. ممكن أيضاً نأخذهم بالملعقة بعد. هيك بيكون العصير صار جاهز. ورح أبدأ بسكب الطبق الرئيسي. بداية رح أبدأ بالبطاطا. طبعاً فيني أضيف أي نوع من الخضار لو حبيت، ولكن أنا عم بحاول أعمل الطبق بطريقته التقليدية. هخلي البطاطا في البداية. رح أبدأ بإضافة، طبعاً أحط السمك، لكن خليني أرتب الطاولة بالأول هذا الشكل. قطع السمك رح تكون نوعاً ما حساسة، وبالتالي بدي أكون حذر بعملية سكبها بهذا الشكل. فيني أحطها طبعاً من جهة الجلد طبعاً للأعلى. استوت. درجة سماكتها ممكن تختلف طبعاً حسب قطعة السمك بهذا الشكل. و رح أضيف أوراق الكزبرة من ضمن المقادير اللي أنا استعملتها بعملية التتبيل. ممكن أضيفها بشكل على جوانب الطبق بهذا الشكل. رح أضيف طبعاً الصنوبر على الوجه، بس رح أعمل شيء، حاول أني أخذ شوية من نفس الزيت أو العصارة اللي حصلت عليها، بس لحتى أعزز نكهتها بهذا الشكل. رح أضيف الصنوبر كنوع من إضفاء غنى على الطبق بهذا الشكل. هيك بيكون طبقنا صار جاهز. وحتى يعني طريقة التحضير بتكون سهلة، وممكن أني أنا أيضا أحضرها يوم قبل يوم طبعا التتبيلة، وأخليها بمدة 24 ساعة، وبالتالي كمان ممكن أني أدخلها على الفرن بطريقة مختلفة لو ما حبيت أعملها بالمقلاة أو بالمشوى الكهربائي أو حتى على مشوى الفحم. طرق متعددة ممكن نعملها. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الفقرة. إلى لقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. تحياتي. كل الشكر والتقدير لك شيف رامي على هذه الفقرة المميزة واللذيذة والجميلة. مشاهدينا، لهنا وصلنا لختام هذه الحلقة من صباح الشارقة. يتجدد موعدنا غدا بإذن الله تعالى في تمام 10 صباحا مع فقرات متنوعة أخرى وضيوف مميزين. مشاهدينا، لمتابعة هذه الحلقة وكل فقراتها، ما عليكم إلا تحميل تطبيق مرايا. أترككم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله. مع السلامة.